حزب الله وإيران، الشراكة والوكالة والأداة التنفيذية. لطالما كانت إيران لاعبا مهما في المنطقة وسعت إلى تقوية علاقاتها مع جماعات مسلحة، أبرزها حزب الله اللبناني الذي تربطه بطهران مصالح استراتيجية وأيديولوجية مشتركة. وظلت العلاقات قوية بين حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن التنسيق مع الجماعات والميليشيات المتحالفة مع طهران. وقد عمل الفيلق على تزويد الحزب بالأسلحة والتدريبات العسكرية. وكان أحد أهداف طهران في سوريا والعراق هو إنشاء جسر بري يربط إيران بمعقل حزب الله في جنوب لبنان وبالوكالة بالحدود اللبنانية الإسرائيلية. وشكل حزب الله وأنصاره جزءا لا يتجزأ من هذا المسعى. ويشارك حزب الله الذي يعد الأداة التنفيذية في كل معركة تهم إيران، وأكثر من ذلك ساعد على تجنيد وتدريب وتسليح مجموعات مختلفة من الميليشيات التي تنفذ أيضا أجندة طهران في لبنان والعراق وسوريا واليمن. إيران ترى نصر الله وبعض كبار المسؤولين الآخرين في حزب الله مراجع موثوقة، لكن أي منهم ليس في النهاية صانع قرار بشأن القضايا المهمة. وما يعزز الشراكة أو الوكالة بين الطرفين ما كشف مصدر عن مقرب من حزب الله أن محمد رضا زاهدي الضابط الإيراني الكبير الذي قتل في هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق كان العضو الوحيد غير اللبناني في مجلس الشورى التابع للحزب، وهو أمر يعكس الارتباط التنظيمي والعضوي مع إيران والحرس الثوري. ويضم مجلس الشورى حزب الله الهيئة التي تتخذ القرارات في التنظيم الشيعي اللبناني 7 أعضاء بالإضافة إلى الأمين العام حسن نصر الله.